من خلال إطلاق ائتلاف سهلنا والجبل نستكمل ثورة 17 تشرين مع قوى التغيير واضعين نصب أعيننا بناء وطن حر لجميع أبنائه. رفض الانتهان إلى الخارج الذي يحاول فرض السيطرة والهيمنة على القرار السيادي والانتقاص من استقلالية الدولة وهيبتها أيا كان هذا الخارج، وردم الهوة بين الطبقات الاجتماعية عبر نظام ضرائبي حديث وعادل، أي ضريبة تصاعدية التي ترتقي بالاقتصاد اللبناني ضمن رؤية أو خطة واضحة وشاملة ترتسم فيها معالم المستقبل الاقتصادي المأهول. وما بدنا ننسى كلهم، يعني كلهم